مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام، حلقه جديده من خفيف خفيف. يارا الجندي معاكم كل يوم في رمضان، وكل يوم معانا وصفات مختلفه وخفيفه وما نتخنش منها قوي. والنهارده هنعمل سالمون في الاير فراير وحلقات البصل للدايت. زي ما اتعودتوا هنبتدي الاول بالمقادير وبعد كده طريقه التحضير. تعالوا نبتدي مع بعض بالسالمون. هنحتاج 4 شرايح سالمون، وهنحتاج معلقه كبيره زيت زيتون، ومعلقه صغيره بودره ثوم، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود، وأخيراً ليمون، وهنقطعه شرايح. هنروح لطريقة التحضير، بس قبل ما نعمل أي حاجة في حاجة عايزة أقولها. لو ما عندكمش إير فراير أو المقلاة الهوائية تقدروا تستعملوا الفرن عادي جداً. لو هنستخدم الإير فراير هنزبطها على درجة حرارة 400، ولو مش متاحة طبعاً زي ما قلتلكوا هنشغل الفرن على درجة حرارة 200. هنحط زيت الزيتون على شرايح السالمون وهندهنها كويس، وهنتبلها ببودرة الثوم، الملح، الفلفل الأسود والبابريكا. هنحط السالمون بتاعنا في الاير فراير أو في الفرن وهنسويه لمدة حوالي 7 لـ9 دقائق، طبعاً مع ملاحظة الوقت لأن ممكن يختلف على حسب نوعية الاير فراير وبرضو على حسب الفرن. هنتأكد بس من تسوية السالمون باستخدام الشوكة، وهنحط شرايح سمك السالمون في طبق اللي هنقدمه ونزينه بشرايح الليمون اللي احنا كنا مجهزينها. أحلى حاجة جنبها بقى ممكن نعمل سلطة خضراء، وكده نكون عملنا وجبة خفيفة ومش بتتخن خالص. هنروح لتاني حاجة معانا النهاردة، ودي حاجة بقى بيحبوها الكبار والصغيرين، وهي حلقات البصل اللي برضو هتكون بالاير فراير أو في الفرن لو حابين. هنحتاج بصلتين كبار وهنقطعهم حلقات، نص كوباية زبادي، نص كوباية مية، ونص كوباية دقيق، ونص كوباية نشا، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة بودرة البصل، ومعلقة صغيرة بودرة الثوم، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود، وآخر حاجة معلقتين بقدونس مفروم. هنروح سريعاً لطريقة التحضير. في طبق غويط هنحط الزبادي، الدقيق، المية، والبيكنج باودر، والنشا، وبودرة البصل، وبودرة الثوم، والملح، والفلفل بتوعنا، وهنخلط المكونات كويس قوي مع بعض لغاية ما القوام بتاعها يتقل. هنحط فيها حلقات البصل بتاعتنا وهنغطيها بالكامل، وآخر حاجة هنعملها هنحط حلقات البصل بتاعتنا في الاير فراير لغاية ما تتحمر، وممكن طبعاً بدلها الفرن زي ما اتفقنا، وبعد ما تخلص هنحطها في طبق التقديم، وطبعاً هنقدمها سخنة برشة بقدونس فوقيها ونزوقها كده وبألف هنا. وبكده نكون عملنا الوصفتين بتوع النهاردة. احنا النهاردة عملنا سالمون في الاير فراير وحلقات البصل برضو في الاير فراير. طبعاً لو عايزين تشوفوا الوصفات بتاعتنا مع طريقة التحضير تقدروا تروحوا لصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/نجومفأم، أو على اليوتيوب شانل بتاعتنا. وطبعاً بكرة هرجع لكم بوصفات جديدة وحلقة جديدة من خفيف خفيف. باي باي.